هذا المكان الذي أنا عنده الآن اسمه الشعب، شعب موجود في جبل أحد. هذا المكان هو الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزف من وجهه وجسده، فها هنا كان ينزل ماء فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وجسده من أثر الدم لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لما حدث ما حدث للمسلمين في غزوة أحد وحصلت الهزيمة، يعني قتل 70 صحابي ومنهم حمزة أسد الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي ترونه خلف هذا الشعب ومعه أصحابه، وارتفعوا فيه حتى يحموا أنفسهم من جيش المشركين. وجاء أبو سفيان خلف النبي إلى هذا المكان وجعل يقول أعلو هبل، فقال النبي لأصحابه قولوا الله أعلى وأجل. ها هنا كان يجلس الرسول وأصحابه بعدما وقع ما وقع من القتل في غزوة أحد رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.